الفيلق الثالث، وهذه المنطقة هي المنطقة الثالثة، والكتيبة الناحية التاسعة. نحن على كل حال كنا متواجدين في وادي الزينة، وادي الزينة يعرفوه الجميع على وادي الزينة، الكتيبة كانت في مركز ثم وبقرب الحدود الجزائرية التونسية. ثم جاء أمر نقلنا من وادي الزينة إلى ميت الكوشة بقرب جبل الواسطة، نقلنا في ميكا في ظرف ما كانش شهر. كانت عندنا دائما الدورية تخرج الصباح، فصيرة تخرج الصباح دائما تعمل دورية استطلاع على العدو على كذا. وقت اللي خرجت الفصيلة هذه خرجت الصباح الباكر، كانت فصيلة قبلها خرجت من تاع جنود العدو وخرجت من الثكنة هذه تاع البوارد بالذات، خرجت ما بيناتهم. وتم القضاء على الفصيلة تماما، ماتت الكل، فصيلة العدو كامل ماتت. واستشهدنا شهيد ربي يرحمه ثم زويش ماتينا ثم. الحدث المبجل الكريم، لكن مضطر ان انوب عن السيد الوزير في كلمة رسمية، لأن الارتجال في هذا الظرف هو حديث المشاعر، حديث الأخوة، حديث المشاعر النبيلة والصادقة بين الشعبين الجزائري والشعب التونسي، بل بين الشعب الجزائري التونسي. لا يوجد شعبين الشعب الجزائري. إذن كلمة السيد الوزير والصلاة والسلام على سيدنا الكريم. نحن اليوم من المحطات التاريخية المشتركة لنقف على شاهد من شواهد الجرائم الاستعمارية، وعلى ذكريات من ذكريات التضحية والنضال المشترك التي جمعت شعبين شقيقين، ألا وهي أحداث ساقية يوسف، والتي امتزجت فيها دماء الجزائريين ودماء الأخوة في مجزرة شنيعة ارتكبها الاستعمار الفرنسي في مثل هذا اليوم من سنة 1952 في حق مدنيين جزائريين وتونسيين، بعد أن قصف سوقا أسبوعية ومدرسة للأطفال على في اعتداء صارخ على قيم الإنسانية والمواثيق الدولية. إخوان الأغار، بذكرى 65 التي تتزامن مع 8 فبراير، هذه الذكرى التي امتزجت فيها دماء الجزائريين مع الأشقاء التوانسة في ساقية سيدي يوسف، في هذه الأحداث وهذه المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي، وهي جرائم ضد الإنسانية ستبقى في التاريخ تدين هذه القوى الاستعمارية. أريد أن أهني تونس والجزائر بهذه المناسبة احتفال بذكرى أخر شهرين لذكرى أحداث سيدي يوسف. هو عنوان كبير، عنوان كبير للتاريخ المشترك والإرث المشترك والجهاد المشترك والنضال المشترك من أجل الحرية والكرامة والاستقلال.